ساكنة شحجوح إقليم الحاج بالالتزام بالجلوس في المنزل وعدم الخروج إلا في حالة الضرورة، لأن هذه مسؤولية الجميع. المرجو من الآباء والأمهات يتحكموا في وليداتهم ويشدوهم عندهم في ديورهم باش ما يخرجوش وينتشر هذا الفيروس، لأنه كينتشر بواحد السرعة اللي هي كبيرة بزاف. جماعة ديال شحجوح العالمي المغربي، كنشكركم على هذا البادره وكنشكركم على هذا اللقاء اللي درتو معنا، واولا كنشكركم على هذه المسيره اللي وصلتو معنا وشتو الاجواء كي دايره في هذه الحمله التحسيسيه اللي ضد هذا المرض المتفشي كورونا. الرحمن الرحيم، تهامي اغنيم، رئيس اللجنه التربويه بجمعيه بدائل لتنميه الوسط القروي. تأتي هذه البادرة الإنسانية الكونية التي دعت إليها جمعية بدائل لتنمية الوسط القروي، كرة طبعا على نبلها وعلى إنسانيتها، بشراكة مع السلطات المحلية والجماعة والدرك الملكي والمجتمع المدني بصفة عامة. رئيس جمعية بدائل لتنمية الوسط القروي، إذا كما كان لاحظت معنا هذه واحد الحملة تحسيسية وتوعوية قمنا بها الساكنة ديال منطقة شحجوح إقليم الحاجب، واللي كان من أجل التحسيس والتوعية بخطر الفيروس ديال كورونا.